السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في طبق من الأطباق الاقتصادية اللي كنقدم لكم. اليوم اختاريت أنني نقدم لكم واحد ربعة ديال شكيلات ديال الحلويات كما كتشوفوا ديال دواز أتاي. بالنسبة لطريقة التحضير وكذلك المقادير غنشوفوهم مباشرة وحنا كنحضروا الحلويات ديالنا. هاد الحلويات هادو منساش نقول لكم أنكم ممكن تستعملوهم لوليداتكم في المدرسة لأن الطعم ديالهم جميل جميل جدا. عوض ما نشريو هادوك البسكوي اللي كنشريو من الحانوت، هذا افضل بكثير، محضر على اليد وعارفين اشنو فيه. ومرحبا بكم وتابعوا معايا التفاصيل. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 250 غرام ديال الزبده، كنحتاجو جوج كيسان ديال السكر اللي كنضيفوهم للزبده وكنضربوهم مزيان. من بعد ما كنحسو بها بدات كتجانس مع بعضياتها كنزيدو عليها جوج ديال الكيسان ديال الزيت، كيسان ديال العنبة، القياس دائما بالكاس ديال العنبة. كيستمر الخليط حتى كنحصلوا على بوماد، يعني كتولي متجانسة بزاف بحال فيها البيض وهي مازال ما ضفنا لها البيض. يعني شوفوا كيفاش كتولي. من بعد كنزيدو جوج بيضات، جوج بيضات معينين اولا كبار، ماشي جوج بيضات صغار، على حسب الخليط اللي رحنا درنا. وكنستمروا في الخليط. عملية الخلط كتكون بشوية، ملي كنزيدو البيض عاد كنزيدو شوية في السرعة. من بعد كنزيدو باش نحيدو المذاق اولا النسمه ديال البيض كنزيدو جوج خمارات الزا، جوج بويض باش يعطيونا النسمه ديال الفاني. من بعد كنزيدو جوج خمارات حمر، جوج خمارات حمر ديال 8 غرام اولا ديال 7 غرام ماشي مشكل. هنا كنبداو نخلطو غير بشويه، يعني كنقصو السرعه ديال الماكينه ديال العجانه ديالنا وكنبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه. الكميه ديال الدقيق هي كيلو، 1 كيلوغرام ديال الدقيق. وبالنسبه للمقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف مكتوبين، يعني انا فضلت انني باش ما نطولش الفيديو نقول المقادير وانا خدامه. من بعد ما كنحصلوا على واحد العجين متماسك، يعني ملي كنبداو نعجنوها ولا نلعبوا فيها بيدينا هكا ما كتلصقش في اليد، خاصها ما تلصقش لينا في يدينا. كنقسموا العجين على 4، هذاك الكيلو كنقسموه على 4 باش نزيدوا له النكهات. عندنا حامضه محكوكه، برتقاله محكوكه، وعندنا واحد ساشي فلان. كنضيفوا المكون الاول اللي هو البرتقاله على الربع الاول ديال العجين، تنخلطوها مزيان. كنضيفوا الربع الثاني، كنضيفوا له القشر ديال الليمونه حامضه. الربع الثالث كنضيفوا له ساشيه ديال فلان، كنخلطوهم مزيان كنخليوهم. عندنا ها هما واحد بالبرتقال، واحد بالحامض، وواحد بالساشي ديال فلان. بالنسبه لهاد الثالثه هذه انا خليتها بدون اي منكه حتى من بعد، وغنشوفوا اشنو غنديروا ليها. كنغطيو العجين وكنخليوها ترتاح في الوقت اللي كنكونوا كنخدموا. نحتاجو واحد القليل من الكاوكاو الصاين مقشورو، وتقريبا واحد 100 غرام ديال الكاوكاو مطحون. حتى هو هادشي كنستعملوه في التزيين ديال الشكل اللي غادي نستعملو دابا. وكنبداو في تشكيل العجين ديالنا. هذه العجين الاولى اللي كانت فيها النكهه ديال البرتقال كنديرو على شكل كويرات صغار، وكندوزوهم في هذاك الكاوكاو اللي طحنا وكنحطوهم في اللاطه ديالنا.
من بعد كنزينوهم بحبات ديال الكاوكاو اللي خلينا في الاول. نفس العمليه غادي ندوزو مع الربع الثاني ديال العجين، ولكن طريقه التزيين مختلفه. كنحتاجو بياض بيضه وكنحتاجو قليل من الكوك، حتى هما كنديرهم كويرات، كندوزوهم في داك بيض البيض وكندوزوهم في الكوك وكنحطوهم. هنا غادي نديرو واحد الثقيبه صغيره في الوسط ديال الحلوه، ما كنستعملوش شي مغرف ولا شي اله مدوره عندنا باش كنثقبو بهم. انا كنفضل انني نصوبهم بصبع ديال يدي الصغير، كتجي مقاده وكبيره، لان من بعد ان شاء الله غادي نعمروهم بالكونفيتير. المكون الثالث ديال اللي هو فلون غادي نستعملو معاه هاد الالات هادو، هاد الطابع هادو بجوج. كنديرو عاوتاني كويرات كنحطوهم في اللاطه ديالنا وعاد كنطبعوهم، يعني لان الا مشيتي حتى درتيهم فوق المكان اللي ديال العمل وعاد هزيتيهم ما كيبقاوش شادين نفس الفورما ديالهم. اللهم كنديرهم نيشان في اللاطه، عاد كنبداو نزوقوهم. هنا عندك اختيار، اختاري الطابع اللي بغيتي، ولكن حنا غالبا المغاربه كنستعملوا هذا الطابع هذا لهذا النوع هذا ديال الحلو. نجيو للربع الاخير ديال العجين ديالنا. شنو غادي نضيفوا ليه؟ غادي نضيفوا ليه شويه ديال الكاوكاو، هذاك اللي كانت بقى لينا من التزيين ديال الربع الاول اللي درنا فيه البرتقال، وغنزيدو عليه شويه ديال الكوك، هذاك اللي تبقى لينا من الربع الثاني ديال الحلوه. وبالنسبه لطريقه التشكيل، يعني كنديروا الشكل اللي بغينا، اما على شكل دوائر او لا على شكل هلاليات. وبالنسبه للطياب، يعني في الفران على 180 درجه طياب العادي ديال الحلوة لجميع الأشكال، يعني نفس درجة الحرارة. هاد الشكل هذا فيه واحد شوية ديال التغيير. بالنسبة للطياب كطيب نص طيبة كنخرجوها، كنعودو ديك التقيبة بيدينا مرة أخرى لأنها كتكون تنفخات، وعاد كنوليو نرجعوها للفران طيب مرة أخرى. وكيف ما كتشوفوا طريقة التزيين طبيعة الحال انتم كيفاش بغيتوا. هذه هي اللي كانت بالبيض والكوك، درنا لها واحد شوية ديال الكونفيتور. هذه هي البيضة اللي كنا درنا لها فلون، ساشية ديال فلون، حنا درنا لها سكر غلاسي. وكاينه هذه اللي كنا نديروها هلاليات، اللي درنا فيها البقايا ديال الكوك والكاوكاو، وتهي درنا لها سكر غلاسي. وبصحة والراحة، وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا.